تتواصل فعاليات الاحتجاج لكل القطاعات الحيوية في لبنان، وهذه المرة الصرخة أطلقها طلاب مدارس الأونروا في عاصمة الشتات عين الحلوة، أبناء المؤسسة التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية، غير آبهة بمصير 527 ألف طفل مسجل في مدارسها. صفقة العار أسقطها أطفال مخيم عين الحلوة. في بيروت بقيت سفارة دولة فلسطين محطة للوفود الحزبية والسياسية اللبنانية دعما لقيادتنا وشعبنا ورفضا لصفقة القرن. وشكل اللقاء التضامني الشبابي اللبناني الفلسطيني أبرز تلك الفعاليات. سننتصر إن شاء الله على هذه الصفقة لأنها تمثل دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية. نحن في المنظمات الشبابية اللبنانية ندين وبشدة ما يسمى بصفقة القرن جملة وتفصيلا بكل ما حملته من عناوين ترمي إلى تصفية هذه القضية واقتلاع أبناء شعبنا من جذوره من خلال خطة الحرب التي تكمن بين سطور هذه الصفقة. اللقاء التضامني اعتبر أن هذا القرار استهداف للشعوب العربية ولحقها بعروبة القدس وفلسطين. صفقة العار التي أعلن عنها والتي تهدد كرامتنا وحقوقنا كلنا، إن هذه الخطة العنصرية التي بدأت منذ اعترافه بالقدس كعاصمة للاحتلال ونقل سفارة دولة الانحياز الأمريكية إليها واليوم إعلان صفقة القرن، كل هذه المحطات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحق العودة مخالفين بذلك قرارات الشرعية الدولية والشرعية الدولية إليها يتطلعون لتضع حداً للاحتلال وتعيد الحق لأصحابه. أفشلوا التوقعات، لم تكن موجة غضب لتخبو بل شعلة متقدة بالثورة حتى النصر ومواجهة المؤامرة والمتآمرين. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت.